نبدأ نهارنا العالمي النهارده من انجلترا، واللي امبارح اسدل الستار فيها رسميا على منافسات موسم 2022 2023 من الدوري الانجليزي الممتاز، واللي شهد على مداره العديد من التقلبات سواء في المنافسه على اللقب او في صراع الهروب من الهبوط. مانشستر سيتي هو اول المتأهلين لدوري ابطال اوروبا، وهيكون في التصنيف الاول وعلى راس مجموعه باعتباره بطل للبريمير ليج. أرسنال ومانشستر يونايتد حصلوا كمان على المركز الثاني والثالث ليعود كل منهم لدوري الأبطال، أما العائد الأبرز فهو نيوكاسل يونايتد اللي أنهى الموسم في المركز الرابع ليتأهل بعد غياب 20 عام عن مشاركته الأخيرة في البطولة. في الدوري الأوروبي وبعد 7 مواسم متتالية من المشاركة في دوري أبطال أوروبا أنهى ليفربول الدوري في المركز الخامس ليشارك في اليوروبا ليج الموسم المقبل، واللي كان قد شارك فيه في المرة الأخيرة في موسم 2015-2016. أما المركز السادس فحسمه فريق برايتون ليتأهل للدوري الأوروبي في إنجاز تاريخي، كونها هتكون المشاركة الأوروبية الأولى لي في تاريخ النادي. بقى الدوري المؤتمر الأوروبي أيضا شاهد عودة من بعيد، إذ حسم أستون فيلا المركز السابع ليتأهل للمشاركة الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 2010. في صراع الهبوط كان ساوثهامبتون هو أول من ضمن الهبوط لدوري الدرجة الأولى قبل عدة جولات من نهاية البريمير ليج، ولحق به امبارح رسميا ليدز يونايتد أحد الفرق التاريخية واللي توج باللقب 3 مرات سابقة. أما الهابط الثالث فهو للأسف صاحب معجزة التتويج بالبريمير ليج موسم 2016 فريق ليستر سيتي، على الرغم من فوزه في الجولة الأخيرة على ويست هام، إلى أن فوز فريق إيفرتون على بورنموث أرسله لدوري الدرجة الأولى للتشامبيونشيب. طبعا هداف الدوري الإنجليزي السنة دي هو ماكينة الأهداف النرويجية الديناصور إيرلينج هالاند، اللي حسم لقب الهداف بتسجيل 36 هدف ليحطم الرقم القياسي كأكثر لاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالبريمير ليج، والرقم اللي كان محققه طبعا كأكثر واحد قبليه كان محمد صلاح بتسجيله 32 هدف في موسم 2017-2018 مع ليفربول.